السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو احنا عندنا ماس، ازاي نقدر نحولها لكيرتن وول؟ الموضوع سهل وبسيط. خلينا نبدأ بان احنا نرسم ماس. اقول له مثلا سايت واقول له ان انا عايز اعمل امبليس ماس. واقول مثلا ان انا هرسم حاجة، ممكن مثلا شكل دائري بالشكل دوت. ولما اعمل سيلكت عليه واقول له كرييت فورم، هو بيبدأ يديني اختيارين، بيقول لي دي ممكن تبقى على شكل كورة أو على شكل أسطوانة. فهقول له فينيش ماس ونرجع للقائمة اللي هي ماسنج سايت. بلاقي عندي هنا كيرتن سيستم، وممكن نعلم على الحيطة ديت والحيطة ديت. واقول له create system. فهو عملها، بس عملها على شكل مربع. ليه عملها شكل مربع؟ هنشوف دلوقتي. خلينا نلغيها ونعملها تاني. هي الفكرة كلها ان هو واخدها على قطعة واحدة، فاحنا نقول له لا، احنا ممكن تبقى الكيرت سيستم بتاعتنا على اجزاء. فهنيجي هنا ايدي طيب، واقول له لا، بدل فيكسد ديستنس وتبقى فيكسد ديستنس بس هنقلل الارقام. ممكن نقول له مثلا فيكسد نمبر، وهنا فيكسد نمبر مش مديني انا اتحكم فيها، بيديها لي فين؟ بيديها لي ان انا اتحكم فيها هنا، لانها بتختلف من حاجه لحاجه. يعني كل قطعه بيبقى ليها مسافه معينه، فبنقدر نغير من هنا. فاقول له خليها 8 و8، واقول له انا عايز الحيطه دي والحيطه دي، وقول له كرييت سيستم. فهو يبدأ يعملها لي كده بشكل أجمل وأسهل. وممكن برضو تقول له أنا عايز أعمل الروف، وتقول له كرييت سيستم. طبعا هي اتعملت، ونقدر بقى إن احنا نتحكم فيها. تقدر تدخل هنا مثلا تعمل سيلكت على الجزء اللي فوق وتعدل فيه الخصائص بتاعتها. ممكن مثلا بدل 8 ممكن تخليها 12 و 12.